السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الثالث إعدادي. أقدم لكم هذا الفيديو ضمن في إطار استعداد الامتحانات القادمة المحلية الخاصة بالمستوى الثالث الإعدادي في مادة الـ SVT، مادة العلوم حياة الأرض، وفي الدرس ديال الإبراز البولي ما يسمى بالفرنسا ديسكريسيون يورينيغ. أقدم لكم هذا النشاط، يتعلق الأمر حول الدور اللي تلعبه الكبيبة في تصفية الدم وتكوين ما يسمى بالبول الأولي. سوف نتعرف على مكونات البول الأولي في نهاية هذا الفيديو. إذا كيف ما تلاحظون هنا، هذه وثيقة مهمة. الوثيقة الأولى لو غلوميول كبيبة اي لا كابسول غلوميول، ومن هنا تتم عملية تكوين البول الأولي في هذا المكان لا كابسول غلوميول. وين لو غلوميول est un réseau de capillaires situé au début d'un néphron dans le rein. C'est le siège de la première étape de la filtration du sang pour former l'urine primitive. Le glomérule est entouré d'un sac en forme de coupe connu sous le nom de capsule glomérulaire. Le plasma sanguin est filtré à travers les capillaires des glomérules dans la capsule glomérulaire. Et d'un tétim sphiedem. بلازما معنى الدم، هنا يتم تصفية الدم على مستوى هذا المكان، هذا الجدار الخاص بالكبيبة كابسول غلوميرولير. إذن هناك مساحة تبادلات مهمة جدا بين الأوعية الدموية وكذلك الجدار الذي يحيط بالكبيبة، وهنا يتم تكوين ما يسمى بالبول الأول. إذا لو غلوميرول إيت أن غيزو، إذا كيما تلاحظون هنا شبكة من الأوعية الدموية على المستوى هنا، لما تكون هناك على المستوى الأنبوب وبداية الأنبوب البولي على مستوى الكلية. سي لو سيج دو لا بخوميييغ إتاب دو لا فيلتراسيون دو سون بوغ فورمي لورين بريميتيف. إذا هنا في المستوى ديال الكبيبة والمستوى خصوصا الجدار الذي يحيط بالكبيبة، هناك تكوين ما يسمى بالبول الأولي. لو غلوميرول اي اونتوري دان ساك ان فورم دو كوب كوني سو لو نون دو كابسول غلوميرول. البلازما سانغان اي فيلتري اترافير الكابيلار دو غلوميرول دون لا كابسول غلوميرول. فوالا لي دو رين سون ترافيرسي كوزيرون بار 1650 لتر دو سون انفيرون. Autrement dit, les 5 litres de sang que contient notre organisme traversent les reins 330 fois par jour. Comme on l'a dit, on a le même rythme maintenant. Il y a 5 litres de sang. 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 Il y a 330 fois par jour. من خلال التصفية تتم عملية تكوين ما يسمى بالبول الأول. لي دو غان سون ترافيزي كوزيدومون باغ 1650 لتر دو سون، تقريبا 1650 لتر من الدم بشكل يومي. لونسومبل دي نيفرون constitue une surface d'échange entre le sang et le système des tubules urinaires. Cette surface est estimée à environ 10 mètres carrés. L'ensemble des néphrons, cette surface est estimée à environ 10 mètres cubes. Les parois respectives des capillaires sanguins et des capillaires glomérulaires sont très fines. Donc, ça permet à le gédard qui est entouré de la coubeille et que donc les ouvriers de l'œil, ça permet à boire des bulles importantes entre le sang et le mouchoir intérieur. للكلية. تصفية الدم تتم على مستوى الكبيبة. إذن في نهاية الفيديو سوف نتعرف على المكونات ديال البلازما والمكونات ديال البول الأولي على مستوى الكبيبة.
لاحظوا هنا وفرة اللي من عنصر الماء 985، وكذلك هناك وجود الصوديوم أو الكالسيوم أملاح معدنية، وجود السكريات، وجود الأحماض الأمينية وحمض النحل والبولة تقريبا 0.3. إذن على مستوى البول الأولي يوجد هناك أملاح معدنية، ويوجد هناك سكريات والأملاح الأمينية. ونحن نعلم أن الجسم الإنساني يستفيد كثيرا من هذه العناصر، خصوصا السكريات. إذن في المرحلة الأولى من تكوين البول أو البول البدائي، البول الأولي يورين بريميتيف، يكون هناك وجود الجلوكوز. إذن نستنتج من بعد أنه سوف يكون هناك امتصاص خصوصا الجلوكوز والأحماض الأمينية والأملاح المعدنية على مستوى الأنبوب البول لتكوين البول النهائي. إذن فهذا الوثيقة الثانية، لا ميز اون ايفيدونس دو لا فيلتراسيون جلوميرولا، لا ميز اون ايفيدونس إبراز تصفية ديال الدم على مستوى الكبيبة والعناصر اللي تتكون البول الأول. إذن منها الماء، الأملاح المعدنية، الجليكوز، الأملاح الأمينية، حمض النيتريك والبولة.